الآن متواجدين بمكتب القرار الحمراء، النقطة الأولى البيفو، حيث هذا المكتب القرار الحمراء يحتوي عليها إلى خباز 615، والمكتب الثاني الرال سيدي مخلوف يحتوي على هيئة ناخبة بتعداد 391 ناخب، حيث يعني انطلقت العملية هذه في عملية انتخابية المكاتب المتنقلة سيدي مخلوف في ظروف عادية جدا، بالإضافة أنه فني في نفس التوقيت انطلقت العملية الانتخابية المكاتب المتنقلة بحش رمل، حيث الآن متواجدين احنا بالقرار الحمراء النقطة الأولى البيفو، يعني بقى لنا يعني حوالي 10 دقائق وتنطلق العملية يعني في حدود الساعة الثامنة. وان شاء الله يكون توافد اقبال كبير على التصويت من كافه الشرائح العمريه. رانا نديرو قلت لك في الواجب نتاعنا اليوم من منطقه القرى الحمراء، اليوم الفوط عندنا هنا يا سيدي مخلوف، ونديرو في الواجب نتاعنا احنا واللي عليهم هما يديروها، ورانا نخير ونشركرو كاع السلطات المحليه، الدرك الوطني، رئيس الدوله، سيد الوالي. والحمد لله ونحوسوا على اللي يصلحنا يخدمنا البلاد، ونحوسوا على اللي يصلحنا البلاد، ونحوسوا على الرئيس ربي يحفظوا لنا الرئيس والجيش الوطني الشعبي والشعب نتاع ام محمد. والحمد لله اليوم رانا نحوسوا على اللي يصلحنا البلاد ويخدمنا بلادنا.